السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلم على نبينا المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الرقاق، نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه من سنن الدارمي بعدما أنهى الله لنا كتاب الصيام وكتاب النكاح وأيضا كتاب فضائل القرآن. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. أمين. وما زلنا مع مسند الإمام الدارمي، وما زلنا مع كتاب الرقاق. قال: باب لا يتمنى أحدكم الموتى. قال: أخبرنا الحكم بن نافع، قال: أخبرني شعيب عن الزهري، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه ورحمه الله الجميع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. الله المستعان. الله يغفر لنا يا رب. الله يغفر لنا يا رب. فأنا لا أتمنى أن أحدكم الموت. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. وهنا بين الحكمة من عدم تمني الموت، قال: إما أن يكون محسنا فلعله يزداد إحسانا، فلعله أن يزداد إحسانا، وكلما ازداد إحسانا ارتقى درجة، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يتوب ويبدل الله سيئاته حسنات. والأمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه فقالوا: رسول الله، أخوان كان يتنافسان على الخيرات، أحدهما مات شهيدا ومات بعده الآخر ليس في القتال بعام، أيهما أرقى عند الله منزله؟ قال: الذي مات بعده بعام. قالوا: يا رسول الله، هذا مات شهيدا. قال: وإن مات شهيدا، ألم يصلي بعده؟ ألم يصم بعده؟ ألم يحج بعده؟ فهذه أرفع عند الله جل في علا. شوف، انظر هنا، هذا بين الأمر. ولذلك قال: لا تتمنى الموت، إما تكون محسنا فلعله يزداد إيش؟ إحسان، بزيادة العمل. كلما ازددت عملا كلما ازددت مكانة عند الله جل في علا. وفي قول: لا يتمنى أحدكم الموت، النهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم، لأنه لن يتمنى الموت إلا لأمور: يتسخط على قدر الله جل في علا، لا يرضى بالوضع الذي هو فيه، أيضا يمكن أن يكون فيه ما فيه من الغضب الشديد على قضاء الله جل في علا، نعوذ بالله من غضب الله. وأيضا أنه لا يتعبد لا بالصبر ولا بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن، وليست إلا المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فهو الصبر على ما يكره فيه أمور: أولا تكفير الخطايا، فإن الإنسان لا يصيبه الهم ولا الغم ولا الأذى ولا شيء إلا كفر الله به عنه. الله أكبر، ما أصاب من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفار. لما سمع أبو هريرة أبو بكر رضي الله عنه قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، قال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تصيبك اللأواء والهم والغم؟ هذا مما تجزى به. نعم، وحتى الشوكة يشاكها، فإن الله جل في علاه يكفر عنه بذلك. وإذا وفق لاحتساب الأجر والصبر ابتغاء وجه الله تعالى، فإن الله تعالى يكفر عنه سيئته ويعطيه أيضا من الثواب ما يرتقي به منازل عند الله جل في علا. أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر، وأنه غير راضي بقدر الله جل في علا، وجف القلم بما أنت لاق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يتمنى أنه إما أن يكون من المحسنين فيزداد في الإحسان ويزداد في الدرجات، ولا سيما وأن ابن عباس قال: ما من أحد إلا وسيندم، يعني حتى أهل الجنة نعم يندم على الدرجة التي فاتته بحسنة من الحسنات، فتفوته درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. فالمؤمن كلما يعني كلما بقي ولو على أذى وعلى ضرر يصبر عليه، فهذه عبادة، الصبر عباد، فيزداد بذلك الحسنات. وإما أن يكون قد انحرف عن الجادة فيتوب ويؤوب إلى الله جل وعلا، فيبدل الله سيئاته أيضا حسنات، ويكون له الأمر في هذا الخير الكبير. وفي الحديث إشارة إلى المعنى أن في النهي عن تمني الموت والدعاء به وانقطاع العمل، بل والدعاء به هو انقطاع العمل بعد الموت، فإن الحياة يتسبب منها العمل، والعمل يحصل به ذات الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات وارتفاع المنازل عند رب الأرض والسماوات. لأنه بركعة واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيني على نفسك بكثرة السجود. وقال: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة حتى عنه بها خطيئة. وما ذكر الله العبد ذكرا إلا ذكره الله جل وعلا به.
وإن كان قد أساء فإن ندم ورجع إلى ربي جل في علا وقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. يقول عبدي علم أن له ربا يأخذ ذنبا ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما ويضع في الأرض عذاب ويوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئتين حسنات. نعم، فهذه من أعظم الأمور التي يعسله الله بها، وفيها تغبيط المحسن بإحسان وتحذير المسيء لإساءته، لأنه إن كان محسنا يزداد الحسنات وإن كان مسيئا يستعتب فأرجع إلى رب الأرض والسماوات. الحقيقة كما قلنا يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك أن يدعو أن يقول وإذا أردت بعبد بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، لكن هذا الحديث لا يدخل في هذا الباب. ليه؟ لأنه الحال أن يقول فاقبضني إليك غير مفتون يعني يقول اقبضني والحال أن أكون غير مفتون، ما تمنى الموت أصلا، هو بيقول إذا كان وقع الأجل فلا تجعله إلا على عدم فتنة. لكن الذي يستثنى من ذلك إذا خشي في الحياة بأن يفتن في دينه فيتمنى الموت حتى يحفظ من الفتن. ودل ذلك مريم عليه السلام عندما قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا والله لم ينكر عليه. فجاز الإنسان أن يدعو بالموت وأن يتمنى الموت إذا خشي على نفسه الفتنة في دين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالأصل ألا تمنى الموت، ولكن عليك أن ترفع يدك إلى ربك جل في علاه صابرا محتسبا راضيا، وأن تدعو الله أن يقويك ويقوي قلبك على الطاعات وعلى تجنب الانحرافات من المعاصي والسيئات والخطيئات. الباب الذي بعد. ثم قال باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه ورحمة الله الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار وهب بالسبابة والوسطى. يبقى في مسألة تمني الموت أيضا إشكال عندنا، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ضرب في أكحله قال ربي إن أبقيت حربا لقريش مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبقيني له، وإلا فاقبضني إليك غيث فاقبضني إليك ولا تقبضني حتى تتقر عيني ببني قريظة. فهل هذا تمني موت أم ماذا؟ الحقيقة أنه شعر بدنو الأجل، يعني سعد شعر بدنو الأجل وكان يتمنى أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا إن كان هناك جهاد ضد قريش. فهنا قال فإن لم يكن فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريش. شعر بدنو الأجل فدعا بذلك ودعا بأن يكون على التوحيد وأن يكون يعني، ولذلك حكمه الله فيه فحكم بحكم الله جل في علاه. البخاري أيضا عندما حسدوه أخذ بالحياتي وبكى وقال اللهم اقبضني الساعة، خشع نفسي أن يفتن من شدة الحسد والحقد والكيد والمكر له، سبحان ربي العظيم. فهذا يستثنى من هذا الباب. أما الباب الثاني باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، هذا حديث عظيم جدا يبين لنا أن الساعة قد اقتربت، لأنه أصلا مبعث النبي علامة من علامات الساعة، مبعث النبي علامة من علامات الساعة. أخذ بالسباب والوسطى قال هكذا بعثت أنا والساعة كهاتين. شوف الفرق بين الإصبعين، هذا الفرق بينهما، هذا مدة الساعة. وأول علامة من علامات الساعة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للساعة علامات كثيرة جدا، عندما جاء جبريل وقال أخبرني متى الساعة، قال من المسؤول عنها بيعلم بها من السائل، من المسؤول عنها بيعلم بها من السائل. يسألون على الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. يسألون على الساعة أين مرساها قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالساعة لا أحد يعلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فهذه خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله جل وعلا. متى الساعة؟ ستكون الساعة يوم الجمعة، لكن متى ما أحد يعلم بذلك قط. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أنبئك بأمراته إذا ولدت الأمة ربتها، وأيضا قال وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأيضا من علامات الساعة قال فشو القلم، أنت ترى الآن أبو فلان أسري، أبو فلان أبو فلان كذا، أبو فلان كذا، وكلها في هذا الباب خواء ليس فيها شيء. ففشو القلم، وأيضا من ذلك علو التجارة، حتى المرأة هي تتاجر في هذا المال، كلها من علامات الساعة. من علامات الساعة أيضا تبديل الأحوال وتغيير انقلاب الأحوال، المنكر يصبح معروفا والمعروف يصبح منكرا، وأيضا يقدم من حق التأخير وآخر من حق التقديم، كل ذلك من علامات الساعة. بين هذه الساعة
سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن وخون أمين وينطق الرويبضة. فهذه كلها من علامات من علامات الساعة، ومن أعظم علامات الساعة كما قلنا هو خروج بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا علامات الساعة الكبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منتظمة هكذا كعقد السبحة، إذا خرجت واحدة على إثرها البقية تأتي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بأنه قد جاء اقترب موعد القيامة، فبعثته ويوم القيامة تقاربا كتقارب ما بين إصبعين. وخضر في بعض الحديث أن الإصبعين هي السبابة الوسطى، وقارن بينهم وقال أنا والساعة بعثت والساعة كهاتين. وهذه فيها دلالة أننا على أعتاب الساعة الآن، نحن على أعتاب الساعة والمسألة يعني قريبة جدا، لا سيما وأن علامات الساعة الصغرى أرى أن الجميع قد انتهى، يعني اقترب من النهاية علامات الساعة الصغرى. فإذا من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحذير، يعني مفاد الحديث تحذير الأمة أن تستعد للساعة. لما جاء الرجل قال له يا رسول الله متى الساعة، رد عليه السؤال بسؤال آخر ليبين له كيف يفعل، أنت لما تريد هذا زيادة، متى الساعة قل. فقال الله عليه وسلم ما أعددت لها، ما أعددت لها، ما أعددت للساعة. نعم. تفضل الباب الذي بعده. ثم قال رحمه الله، قال باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم آخر الأمم. قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه ورحم الله الجميع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وفيتم 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. الله أكبر. هنا يقول أنتم وفيتم 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها الله. شوف أكرمها الله بكثير من الأمور. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. أقول إخوتي الكرام، يقول لا لا خير خلاص، وفيتم 70 أمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت ناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون خلقا والأولون محاسبة. المرور على الصراط، أول أمة تمر على الصراط هي هذه الأمة، وأكثر الأمم دخول الجنة هي هذه الأمة. فقال وفي رواية قال الإنسان إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا حديث حسن وخضرها غير واحد، هذا حديث عن بهز بن حكيم نحو هذا منهم الدرمي ولم يذكروا فيه كنتم خير أمة الرجل. في قوله تعالى كنتم يا أمة محمد في علم الله تعالى خير الأمم، لذلك قدمكم على كل الأمم. إنكم تتمون 70 أمة، إتى العدد بهذا، واحتمل أنه للتكثير، يعني يحتمل على الحد ويحتمل أنه على التكثير لا التحديد. وهذه فيها دلالة على أن هذه الأمة هي خير الأمة على الإطلاق. نعم شيء. طيب الحمد لله. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في عناقهم حتى يدخلوا الجنة. يعني أنت أصلا تجر الناس جرا إلى الإسلام، تجر الناس جرا إلى الجنة. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء بن ربيع ابن أنس كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الأمم. وهذا الحق، لأن يعني ترى، ولذلك القاعدة العامة النفع المتعدي خير النفع الذاتي، هذا كل أمة فيها كذلك، أفضل الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وليس أحد يدعو إلى الله مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الأمة. علموا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع قراتي فعلها فأدها كما سمعها، وأيضا لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وهذه الآية لا تخص الصحابة فقط، بل هي آية عامة في جميع الأمة، وأعظمها فضلا القرن النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين نهم ثم الذين نهم ثم الذين يلونهم. والخلاف في الرابع، لكن في الثلاثة الأوائل هم خير الناس على الإطلاق. وقد بيّن الله جل في علاه فضل هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. ولذلك هم يشهدوا نوح، لما يقول نوح أبلغت يقول أقل ما يشهد لك يقول أمة محمد، فيشهدون فيقول كيف تشهدون، يعني أنتم ما حضرتم كيف تشهدون، قالوا أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قد بلغ الرسالة. الفوائد المستنبطة، قرب الساعة من أعظم علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تمني الموت لضر واقع بالإنسان،
طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. يجوز للمرء أن يتمنى الموت إن خشي على نفسه الفتنة في الدين. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، إن شاء الله نلتقي في الوقت الثاني. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.